لسه مكملين معاكم، والحقيقة في حالة باللغة العربية الفصحى كده تراشق ما بين الستات والرجالة، في تبادل اتهامات بعد الجواز، انه ايه ده انت ما بقتش مهتمة بيا زي الاول ليه، ايه ده انت اتغيرتي كده ليه. بعد شوية شهور يمكن تكون قليلة من الدخول لقفص الزوجية، زي حتى كلمة قفص الزوجية مش حلوة، احنا عايزين نغيرها يا جماعة، بالنادي بقى بحكاية او عش الزوجية او العش الذهبي، ما هو كل حاجات بتدي انطباع ان في حبسة في الموضوع، فاحنا عايزين نخلي الموضوع ألطف بقى كده شوية. الحقيقة قبل الجواز في ناس تقول لك حب ورومانسية، بعد الجواز عشرة ومسؤولية. طب انت عايزاه بقى يعني رومانسي ولا مسؤول؟ يعني هيطلع بكم منظر بعد الجواز؟ مفيش مانع ان يكون في شيء من الرومانسيه طبعا، وان هو يحافظ على مساحتك في حياته، وده مهم، وما ياخدكيش باكج يقول لك اصل المدام والاولاد. لا، هي مش باكج مع الولاد والبيت، مش عرض هو يعني واخد عليه ست واطفال وبيت هديه، لا مش كده، لازم تفضل طول الوقت هي حاسه ان ليها المكانه الخاصه اللي عندك. دي بتتعمل ازاي؟ لو انت نفسك فضلتي زي ما انت قبل الجواز. وفي ناس بقى تيجي بعد الجواز تقول لك لا بوكيه ورد ايه وبتاع ايه، لا كيلو كباب احسن. فالناس بقت عمليه بزياده بعد الجواز. هنشوف الحكايه دي ايه من خلال ضيوفنا اللي منورينا ومشرفينا النهارده على الهوا. الحقيقه كل حد له راي وله وجهه نظر في الموضوع، صحيح انه بتختلف وجهات النظر، لكن هنسمع منهم. معانا ضيفتنا الكاتبه ريم مراد، اهلا وسهلا، والاستاذه داليا كمال استشاري العلاقات الزوجيه، اهلا وسهلا بيكي. دكتور حسام عبد العاطي، اهلا بيك. اهلا بيك. واليوتيوبر عبد الله سرحان، اهلا وسهلا، منورنا. خطوه عزيزه. عايزه ابدا مع حضرتك استاذه ريم، وعايزه اعرف هل فعلا الاهتمام الراجل بيقل اهتمامه بالست بعد الجواز، ولا بتتغير اهتماماته؟ هو في الواقع عشان نبقى منطقيين، الراجل والست الاثنين بيتغيروا، عشان بعد الجواز هو احنا قبل الجواز هما بيتقابلوا امتى؟ بيتقابلوا بعد شغله وبعد شغلها، هو بيروح يغير، هي بتروح تغير، رايقين، الغدا جاهز لهم، بياكلوا، بينزلوا يتقابلوا، وقت لذيذ ساعتين ثلاثه. بس بعد الجواز احنا بيفاجئوا بقى، ما هي دي المشكله، لكل الناس بتفاجئ، اللي احنا الله احنا وشنا في وش بعض، الله انا مضطره اضحك في وشه وانا صاحيه متزربنه، وهو انا مضطره اكلمها وانا عندي مشكله في الشغل نازل اجري. فهي المشكله اللي احنا ما بنقيمش الموقف صح واحنا داخلين الدخله، يعني احنا يعني كل الستات اغلبهم وانا اولهم يعني لما دخلنا قفص الزوجيه دخلنا بافكار رومانسيه، احنا فاكرين اللي ده اللي هيبقى ده الواقع، بس هو ده مش الواقع، ولا انا نفسي ولا هو نفسه. بس هي الفكره اللي الحياه احنا بنخش في دوامه، فقبل كده كان انا في حته وهو في حته، بنتقابل كده في تقاطع بسيط. أيوة. بعد كده احنا لبسنا في الدوامه الكبيره، احنا بنلف ورا بعض، فطبعا الاهتمام بيقل. بس هي الست مختلفه عن الراجل في نقطه واحده، اللي الست دايما اولوياتها الراجل، يعني الست حتى لو مشغوله هي هتفكر تكلمه، هتفكر هو بيحب ايه، اعمله له في عز شغل، حتى لو عندها مصايب الدنيا. يعني هي لو تسقف توقعاتها عالي طول الوقت، وهي اللي رومانسيه، فهمت من كلامك ان هي دايما عايزه كلام حلو، عايزه حد يهتم طول الوقت. طول الوقت. طيب حضرتك رايك ايه يا استاذه داليا؟ انا رايي ان التوازن في العلاقه بيجي من الطرفين، يعني ممكن تبقى هي داخله بتوقعات عاليه، ولو هو اللي رومانسي هو داخل بتوقعات عاليه. ايوه يعني ممكن يبقى العكس. ممكن يبقى العكس. فاحنا في كل الاحوال التوازن مطلوب، يعني ان انا ابقى عارف ايه اللي المفروض اديه وباخد، وهي الحياه كده، اني حد اهتمام فهاخد اهتمام. انما لما الزوجه، وغالبا الشكوى بتيجي من الزوجه اكتر، ان هي بتدي اهتمام طول الوقت وبتدي عنايه طول الوقت، وهي على طول محوطاه، يمكن مدياله دور الام ودور الزوجه، يعني بتحاول زي ما مجتمعنا طلعنا ان حتى الزوجه لازم تشتغل، زي ما استاذ ريم حتى لو بتشتغل كان الاول بيشتغلوا وداخلين راجعين لاقيين اكلهم. لو بتشتغل عندها الوقت انها تفكر في كل ده، عندها الوقت وبتكلمه، وما بتلاقيش العكس. انا يعني شفنا ده كتير طبعا. ان هي بتبقى مدياله اهتمام اكتر من الطبيعي، فهو بيقوم باعد. هما الاثنين كده يا ايمان برقوا الستات، يعني ان الستات هي اللي مستنيه اكتر وسقف توقعاتها عالي. هو انا مش هو الراجل اللي مش قصدي ابرق، على قد ما يبقى في توازن، يعني هي عشان تلاقي لازم تبعد خطوه، ما انا ما اديش قوي والاقي في الاخر ان انا ما باخدش واكمل. أكمل شايفه هنا في انفجار هيحصل. في توازن. الدكتور حسام على فكره يعني بيضحك كده، وفي كلام مش عاجبه، وفي كلام ايه، لا اصل هي فكره ايه، الوضوح والصراحه
أيوة. يعني بنتكلم في الوضوح والصراحة والشفافية من البداية، دي بتجنبنا مشاكل كتيرة قوي بعد الجواز. وانا الحقيقة حابة اشرك حبايبي اللي بيشوفونا دلوقتي على الهواء، احنا معاكم كمان لايف على صفحة الستات معرفوش يكذبوا، وعلى صفحة السي بي سي احنا معاكم لايف. قولوا لنا ارائكم وقولوا لنا افكاركم واحكوا لنا تجاربكم، واحنا اكيد مش هنقول اسامي، بس اللي طلع بخبرة او بحكمة من العلاقة دي، او انه ازاي ندخل علاقة حقيقية سليمة من البداية، عمل ايه؟ ده احنا بنشاور دايما على ازاي الاماكن اللي ممكن نلم بيها شمل البيوت، ان احنا نقرب المسافات، ان احنا نحاول نفهم بعض عشان ما نخلقش فجوه تفضل تكبر مع الوقت. بنقول دايما للرجاله اللي هي بتدخل دخله اللي هو ايه، ترفع سقف طموحات الست عاطفيا باهتمام زياده وكلام رومانسي قوي قوي ويسبق احلامها والحاجات اللي هي الاوفر قوي دي، وكمان يرفع سقف طموحاتها ماديا، يفهمها ان هو يعني قاعد على ثروه وان هو هيعمل لها وهجيب لك نجمه من السماء وهجيب لك يخت فضي وهجيب لك مش عارف، وتكتشف في الاخر ان هو موظف لا يملك غير المرتب ومش عيب، بس خليه واضح. فالغلطه هنا اعتقد بتبقى من الراجل قبل الجواز. هقول لك رايي بصراحه، النقطه دي يعني شرحتها كتير ويمكن اغلب السيدات برضو ما بتفهمهاش كويس جدا، نقطة الصداقة. السبب في شرحك غلط ولا هما ما بيفهموش؟ لا، النقطة دي ان مش فاهمين هوية الراجل شوية، ان هما مختلفين عن بعض صح؟ طريقة تفكيرهم. الراجل طلباته أوضح والله وأبسط بكتير، يعني طلباتنا بتبقى واضحة. موضوع الصداقة، ان الصداقة دي بتبقى موجودة قبل الجواز، موجودة وقت التعارف، موجودة وقت الخطوبة، فرحة البدايات. الصداقة بتبقى موجودة، الراجل بيبقى عايز زي وزيرة ليه أو مستشارة ليه، تبقى معاه في كل حاجة، بيحكي لها كل حاجة، وفعلا يعني الست ساعتها بتبقى مش بتحكم على الصفات اللي بيعملها او الحاجات اللي بيتحط فيها او الموقف اللي بيتحط فيها. بعد الجواز الصداقه دي بتروح بتتبخر. ليه بقى؟ ليه؟ عشان هي بدات تحكم. يعني الراجل طول ما هو هويته ان هو راجل هيبقى بيشتغل، طول ما هو بيشتغل هيتعامل مع ناس يمكن مش حابب يتعامل معاها او هي مش حابه يتعامل معاها، لكن هيتعامل معاهم عشان ده شغل، والشغل ما بيمشيش غير بكده. فان انت تبقي بتحكمي على النقطه دي بالتحديد، ان كل ما يحكي حاجه كل ما يقول حاجه تبقى بخناقه تبقى مشاكل، الراجل هيكبر دماغه. يعني بقت عداله على السقطه واللقطه زي ما بيقولوا. طب اشمعنى كانت بتفوت قبل الجواز؟ هو ده السؤال بقى نساله. ده كمين ده ولا ايه؟ لا، هو اللي ما كانش بيحكي قبل الجواز. لا لا لا، هو اللي ما كانش بيحكي الرجاله بتحكي قبل الجواز. بعد الجواز كمان بتبقى الست عايزه تسيطر على حياته اكتر، دي حقيقه، او عايزه تبقى ليها راي في كل حاجه. انت معانا هنا. لا بس يعني نقول لينا وعلينا الحاجه زي دي حقيقيه، ان هي بتبقى عايزه هي مسيطره على الحياه وتقول له اعمل كذا كذا وكذا، وما تعرفش ده وما تعملش زي ما هو. لا لا، اتكلمي عن نسبه قليله جدا. لا لا لا، زي ما مشغوله بعيالها وقالها مش هتخرجي ومش هتلبسي وقطعي دي واعملي دي، بعد الجواز هي بتقوم عامله. وهل هو من حقه ان هو يقول لها مش قطعي دي وما تكلميش دي وروحي وتعالي؟ لا طبعا، في مساحه شخصيه ليه وفي مساحه شخصيه يا جماعه. بالظبط طبعا، كل واحد احنا اصلا الجيل اللي احنا فيه، احنا ما بنتكلمش عن الجيل بتاعنا، جيل ولادنا. انا يعني لو بنتي اتخطبت، لو واحد قال لها بس لو ليه كوبايه ميه، مفيش، انت زيك انا بشتغل وانت بتشتغل. الجيل ده الجيل ده عن الجيل ده بقى باستفاضه. بس عايزه اروح لاستاذ عبد الله، بتشوف ايه المشكله الاساسيه اللي بتحصل بعد الجواز، ودي اللي بتخلي المشاكل تكبر والبيت ده يتهد؟ انا لما جيت بدات ان انا اعمل الفيديوهات بتاعتي والمحتوى بتاعي، انا بدات اشوف العلاقه من بره الصندوق خالص، طلعت بره خالص. هي الحياه لازم يبقى في ما بينها تفاهم، لازم يبقى الطرفين هم متفاهمين مع بعض. هو مش مين متفاهمين قبل الجواز؟ قبل الجواز. بعد بقى الجواز بيحصل ايه؟ لو هم متفاهمين العلاقه هتفضل ناجحه. لو هم واخدين بعض على حب بس ما فيش تفاهم، هي دي اللي بتبدا توصل لعش الزوجيه والقفص الزوجيه، علشان احنا مش بنوصل مع بعض في نقطه واحده. معنى كده انت بتفرق بين الحب والتفاهم. الحب بيروح، في وهج الحب، لكن احنا شخصيات الحب بيروح ولا شكله بيتغير، تطبع على بعض، مفيش توافق. لا اصل اقول حاجه مهمه، قالك الحب بيروح. الحب بيروح طول ما هو مفيش تفاهم. طول ما هو مفيش تفاهم، انا وهي ما بنتقابلش في نقطه واحده. هي تفكيرها غير تفكيري، احنا واخدينها تحدي، هو بقى صراع جوه البيت، مين عليه ايه ومين معلوش ايه. فانا لما بدات اعمل المحتوى بتاعي بدات اوري الرجاله كلهم ان الحياه اسهل من كده. احنا ما نحطش نفسنا مين المفروض يعمل ايه ومين المفروض ما يعملش ايه. لا، انا ساعدت مراتي في المطبخ، بدات اعمل اكل، بدات الناس كلها شايفين اللي هو ايه ده زوج مثالي ده، والستات في ستات مستغربه. فبدانا نوصل اللي هو الفكره ان هي حاجه بسيطه
بدات تغير مفهوم الست طبعا. بدات اللي هو ستات كتير انا بشوفها مع اصحابي مراتاتهم اللي هو انت نازل يوم الخميس ليه، انت هتتاخر ليه مع اصحابك، انت ليه بتضيع اليوم اللي انت هتقعده معايا. بدات اوريهم ان انا لما نزلت خرجت يوم الخميس ورجعت جايب لها شوكولاته وجايب لها بوكيه ورد، بدات اوريها ان انا افتكرتك في يومي. فبدات هي عايزاني اخرج علشان اجيب لها حاجات حلوه. فبدات تحول بدات احول العلاقه لحياه حلوه، حياه انا عايشه اللعبه الحلوه برضو هذا الذكاء. بس والله بيقول حاجات، اصل دي الحياه اللي انا هعيشها لو انا ما ابدعتش فيها مش هعرف اعيش. زي الشغلانه، انا بشتغل شغلانه معينه لو ما ابدعتش فيها علشان الدخل، انا محتاج الدخل منها، لو ما ابدعتش جواها واتبسطت بيها هفضل شغالها وانا متضايق. بس دي ست خيبانه قوي اللي بتفرح بالهديه دي، احنا لسه كنا بنقول على الترابيزه ان هو كده بيلعب. لا مش خيبانه، ليه خايبه يجيب هدايا؟ هو التفاهم اول حاجه، هو كان مع اصحابه، هو انه افتكرها وهو مع اصحابه. على فكره حركه حلوه قوي. ايوه ده لو هو سوي يعني. هي الست كلها بتبقى محتاجه حاجه واحده بس، محتاجه اهتمام ومحتاجه امان. ده اللي طب يعني لو هي طلعت تسال منك، والله العظيم عبد الله 24 ساعه أهل. 24 ساعه. بص اصل دي نظريه انا جربتها في حياتي والحمد لله نجحت فيها. طب نفترض هي طلعت بقى ايه ذكيه وقالت لك لا انا مش عايزه ورد وشوكولاته، انا عايزاك انت معايا. ما انا ببقى معاها. هو معاها بس انا اوريدي مش بقى تقعد مع اصحابك. لا بس تجيب لها حاجه حلوه وترجع. ليه هي مش عايزاه يقعد مع اصحابه؟ ليه عايزه يعني تفتهم من اصحابه وساته فجاه؟ ليه عايزه تدخله فعلا قفص الزوجيه واحبس بقى يلا اقعد معايا دلوقتي؟ لا بس ودي... مفيش مع الفكره، مفيش ستات دلوقتي تعمل كده يا جماعه. لا 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 في فتره الخطوبه او في فتره البدايات مفيش ستات موافق الكلام بتاعي. شوف الستات بتعمل ايه. بتبقى عايزه الراجل يرقصها. طب اسمعوا الرجاله عشان النهارده جاي في فرصه للرجاله يكلموا، هنسمعهم ونعرف حضرتك. انا شايف ان النقطه دي هي لو ما اشتكتش هي بتتغير وتتغير، دي هتبقى محتاج ان انت تصالحها، وعشان تصالحها تكلفه هتغرم هدية. لا مش هتبقى تكلفه بس يعني عيش بقى يعني في جدال او نقاش كتير بقى. جدا على كل مره هي لو تفهم ان دي هويه الراجل اللي هي واخداه، اللي هي عايزاه، ان هو هو شخصيته متقسم، اهله ليه حق، اصحابه ليهم حق، شغله ليه حق، بيته ليه حق، ماشي. لكن 100% تبقى ليها صعب، ودي مش من هويه الراجل، وكل مره الراجل هيقف قدام هويته دي للاسف هيأثر. خلينا نبسط الكلام اكتر يعني. انت مع راي الرجاله اللي بيقول انا ما اتغيرتش وما قالش حبي ليكي، انا اهتماماتي هي بس الاولويات اللي اتغيرت، لان في عندي مسؤوليات. اللي حصل ان اولوياتي ظهرت قدامها. ان انا اولوياتي واهتماماتي ظهرت قدامها. هي عندها ما هو دلوقتي هو بيقول اللي هو له حياته واصحابه واهله. طب ما هي عندها نفس الحاجه، الراجل بيطالب الست، اغلب الرجاله بتطالب الست، لا بيتك اولى، لا ولادك اولى، لا هتخرجي مع اصحابك، ميزانيه البيت ما تستحملش خروجه. طب ما كلامه منطقي جدا على فكره. لا هو يعني شايفه طب هي هو عندها يبقى هو نفس الكلام. وعندها هي كمان يعني هي ليها اولويات برضو. فلو هو بيطالب استاذه ريم، معلش نسمع بعض بس، نسمع بعض بعد اذنكم. استاذه ريم اسالك سؤال شويه، في ازدواجيه في التعامل، الست عايزه برضو اهتمام. يعني مثلا في صديقتي والدتها تعبت، فجدتها تعبت فراحت وسالت عليها وهكذا، فجي جوزها بيشتغل طول النهار 17 ساعه كل يوم علشان يقدر يوفر لها الحياه اللي هي عايزاها او اللي هي تستحقها من وجهه نظر هو او هي يعني. فطب انت، انا جدتي تعبانه وانت ما سالتش عليها. يا ستي انا في شغلي 17 ساعه. طيب كلمها قال لها الف سلامه. لا ما ينفعش، لازم تروح لها. مش انت روحتي سالتي لا. عليها، اصل انت بقى مش مهتم بيا وبتفاصيلي ويا جماعه وهي مرات واحد صديقي لا. دلوقتي لا انا هقول لك حاجه، هي اهم حاجه عند الست انها تحس ان الراجل سند ليها. هي مش عايزاه يسال على جدتها، اصل هي سؤاله على جدتها ده حاجه اوتوماتيك يعني تليفون. هي بتعتبر ده عدم اهتمام بتفاصيلها. لا هي عايزه تحس ان هو جنبها، تحس هو وراها. هي الست مشكلتها الاساسيه مع الراجل ايه؟ الراجل ده سند ليا ولا لا؟ يوم اقع هيسندني ولا لا؟ يعني انا اعرف ستات كتير ان هي حاسه انه عنده وقت يعمل ده وما بيعملش. ما بيعمل. لو هي ممكن اقول حاجه، مش هتزعل. ممكن اقول حاجه مش في محله جدا. اوقات كتير ايه الاحساس ده مش في محله، ان هي يعني تفتكر ان هو عنده وقت وما قدموش. بالظبط. تنزل بقى مع الشغل كده وتشوف الدنيا. يعني انت لو عندك ساعتين وهتختار ما بينهم، تروح الجيم او تروح تقعد مع اصحابك على كافيه او تلعب بلاي ستيشن، حتى يعني جاست بلاي ستيشن على التلفزيون، او تقعد مع مراتك وقول الحق
بس يعني ربنا يسترها عليك. طب ما اعمل الخمسه والله لو قعد معاها لطيف مش كده؟ ما بص عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو سبب ان احنا كرجاله ودي انا عملتها في فيديو والفيديو يعني والفيديو ما شاء الله يعني مسك ترند لما عملتها، ان انا جيت بلبس ونازل خارج فداخل بقول لمراتي ايه رايك في شكلي ومش عارف ايه، ما انت مش فاضي، ما انت لازم تتشيك، ما عشان صحابك، ما انت هو فاضيلي، ما هو لو انت نازل معايا ما كنتش سالتني السؤال ده ولا اهتميت بنفسك كاني مجبور عليك. يا دي النكد. فده بعد كده رحت عامل في اس، طبعا رحت انا قايل لها انا غلطان ان انا سالتك ويلا ده انا هسيب البيت واسيب الدنيا بسببك، ورحت ماشي وراح الفي اس الناحيه الثانيه، ان انا وانا طالع رحت قلت لها ايه رايك في شكلي ومش عارف ايه، راحت قالت لي يا حبيبي اه طبعا زي القمر وتعجب اي حد، وبس انا كنت عامله لك اكل وكنت عامله لك حاجه حلوه، بص الورد وبص، بس خلاص ملحوقه اخرج ولما ترجع نقعد مع بعض. خلت دماغي اشتغلت، طب وانا ليه اخرج؟ يعني انا هروح اقابل صحابي عندهم ايه؟ انا عايزك تقعد معايا شويه يعني انا هروح اقابل صحابي هقعد معاهم اعمل ايه؟ فلما قعدت قعدتني معاها، فهي سبب اي حاجه بتضرب البيت كله الزوج قلبت وشه وتركيزه في حاجات معينه وما بيحبش يوسع دماغه شويه، والزوجه هكذا قلبت وشها وتركيزها في التفاصيل. طب يعني يا عبد الله في كانت زمان تيتا الله يرحمها كانت تقول لي مثل لذيذ، قالت لي خد يا بنت هقول لك مثل ينفعك العمر كله، قلت لها قولي يا حبيبتي، قالت لي بصي اصل الست المفرفشه جوزها يرجع لها العشاء والست النكديه يرجع لها الفجريه وبراحتك بقى. هو ده اللي احنا قلناه مش هو ده تقريبا؟ ده طبعا ده بالظبط المثل ده اللي انا شرحته لحضرتك. انا عجبني الكلام حلو ده. اصل الكلام انت بقالك قد ايه متجوز؟ انا متجوز بقى سنتين. بص اقول لحضرتك على حاجه، لا انا هقول لك عشان ما تغيرش الموضوع هو لسه في حلاوه البدايات، لسه في حلاوه البدايات ومفيش يعني احنا بنتكلم اصل هي الحياه الزوجيه بتتقسم كده اول كام سنه، بعد كده انت بتتكلم بعد 20 سنه جواز هي الست بتقول له باي باي. صدقيني حضرتك ايه بعد كده؟ يا ريت تروح تشوف اصحابك انت بقالك كتير ما بتسالش عليهم. عايزه اجاوبك على سؤالك ان هو لما ما راحش لجدتها طيب هي الست ساعتها لما بتطلب منه حاجه زي دي هي قصدها دكتور السنان اللي راح اللي راحته لوحدها وما راحش إيه لما عارف انها تعبانه؟ معلش هزود على ما راحش وكان يقدر يروح ولا ما راحش عشان هو فعلا مش قادر. يعني هي راحت لوحدها هنا وراحت لوحدها مناسبة معينة وراحت 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 وما كانش موجود، هي ممكن تقدر ان هو في الشغل أيوة. بس انت هتعمل ايه عشان الفجوة دي؟ يعني انت دلوقتي انا مش لوحدي، انا في حياتي زوج يبقى بالتالي في المناسبه لازم يظهر معايا. لما يبقى في حاجه زي عيا حد من عيلتي طبعا يظهر معايا وده حقي على فكره. لو يقدر هو لو هو في الشغل اكيد ما حدش هيقول له حاجه، هو مش هيطلع بمنظرين الراجل. أيوة يعني هقول لك انا قصدي ايه، يعني لو هو قال في التليفون سلمي لي على جدتك وان شاء الله في الويك اند انا هزورها، هل هي تبقى زعلانه؟ لا طبعا. انت تقصدي انه يتعامل بذكاء، لازم يبقى فاهم احتياجات الست وهي قدامه وهي بالظبط وهي تقول له احتياجاتها طبعا. طبعا ان ما ينفعش ان انا في الاخر انا مقدره 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 وفي الاخر طب انا في الاخر بظهر لوحدي. طب استاذه انا في الاخر انا وحيده متجوزه يعني او انا متجوز. ممكن اسالك حاجه بما ان حضرتك استشاري علاقات زوجيه، ايه اكتر مشكله بتشوفيها كومن او مشتركه الايام دي حاجه بتجيلك على طول؟ كل ستات بتشتكي منها على طول. هقول لك اكتر حاجه ان هم بيشوفوا موبايلات اجوازاتهم وكلهم اكتشفوا حاجات مش كويسه، دي اكتر مشكله. احنا دخلنا بقى في انا ضد النقطه دي يعني هم اللي بيقولوا اللي عندهم مشكله. انا ضد النقطه دي. عبد الله اقول لك لا ضد النقطه. على فكره انا المحتوى بتاعي انا مع الستات يعني انا مجنن الرجاله بس انا ضد الفكره دي. ليه؟ هو دلوقتي الحياه ضد ان هي تفتش في موبايله ليه؟ وربنا هو اللي قال كده. طبعا ربنا اللي قال ما تدوروش على حاجه هتتعبكم. انا دلوقتي لو انا مستني ان انا افتش في مراتي عشان اكتشف ان هي بتخني ولا ما بتخنيش يبقى انا مش واثق في نفسي، دي اول نقطه. ما هي لو بتخني انا هبعد عنها. يعني المساله مش مستني ان انا افتش. يا جماعه انا شايفه انها مساله ثقه وسيبي له بقى الحبل ثقه وثقه وامان وسوزان. انا كنت اكتر واحد في الدنيا زمان ما بحبش حد يمسك موبايلي، كنت اللي هو لازم موبايلي يبقى في جيبي وليه تمسك موبايلي وتفتح ولا ينفع تجري وراك وتقول لك بتكلم مش عارفه مين وبص يعني في الاداء. الست اللي ماسكه موبايل جوزها على طول وبتكلمه حاجه و30 مسد كول اكيد هي موضوع له علاقه بالثقه بالنفس، انها بس لو ادت ايمج انا واثقه في نفسي وانا عارفه انا ايه وانا عارفه ان انت طب وكنتي وكنتي بتنصحيهم بايه اللي بيجوا لك مصدومين في عواطفهم وعرفوا بقى المصيبه اللي موجوده في التليفون؟ ما هو اللي حصل خلاص هي عرفت ساعتها تواجه
ولا تعمل نفسها مش عارفة وتكفي على الخبر مجهول؟ على حسب الشخصية اللي قدامي، هم يعني غالبا ما بتبقاش قادرة انها تسكت. طيب حسام وهو انا عنده تجربة شخصية بس مش هندخل في تفاصيل، لكن طب معلش اسأل سؤال صغير دايما انه معلش كلمة صغيرة هنجاوب بس على حسام. ليه الست يا حسام مش مستوعبة المسؤوليات الكتيرة اللي على الرجل وعايزة دايما فعلا سقف رومانسيتها عالي؟ المشكلة فين؟ المشكله في النقطه ان هو قبل الجواز هي ما كانش باين لها الاولويات بتاعته والمسؤوليات اللي عليه والحاجات اللي فوق دماغه فعلا. بعد ما اتجوزته هنا بقى يجي مش الحب العادي، يجي حب العشره، ان العشره نفسها تكون حسن، ان هي تكون طيبه. فهي لو بتحكم على كل تصرف بيعمله على او كل حاجه ينشغل بيها وينشغل فيها لا يمكن طبعا العشره دي تبقى حسن ابدا، لان هي على طول مش راضيه. وحتى الوقت القليل او المعتدل اللي هيقضيه معاها هتبقى مش راضيه وبرضه هتبقى قلبها وشها. ليه؟ طب ما ده دوره يطمنها يقعد معاها. الراجل هيمشي وقت دايما جيد في جوده، الراجل هيمشي دايما ورا راحه البال دايما. يعني تسالي الراجل العريس انا عايز زوجه تريحني، لو هيتجوز جوزه ثانيه هيبقى بيمشي ورا نفس السبب، لو هيرجع لزوجته الاولانيه هيمشي ورا نفس السبب برضه. هيمشي ورا راحه البال دايما. ودي البوصله بتاعته. طب هو بيصلح نفس الكلام للست يعني الاول. الست برضو من حقها راحه البال، يعني هي الراجل عايز راحه بال والست عدف اشتهاها. لا ما يمكن ده بيحطها في مكانه اللي هي مش هقول مسيطره على العلاقه، بس هي بتوجه العلاقه ومسار العلاقه، يعني الريموت كنترول في ايد الست يا جماعه. ايوه ده طيب. بالفطره وبخلقه ربنا. لا دي فرغت عين بقى. الراجل لو في ست هتبقى الطف اضربيها في 10، هو كريم هتبقى اكرم في 10، هو مهتم هتبقى صح. مش دايما بس انا على الاستاذ عبد الله عنده بس راي عايز يقوله. انا هقول لك المشكله كلها ان احنا خالطين بين حاجتين، خالطين بين الطبع والعيشه. في واحد هو طبعه ده، دي ملهاش علاقه. انا طبعي وحش، خدته كده مش هغيره، هتطبع مش هغيره. فما تجيش تطلب مني اهتمامات كده العلاقه انتهت. لو انت طبعك وحش وما حاولتش تتغير يبقى الست هتقول بلاها. ليه؟ هو ده السبب. العلاقه مع طبع جوزها لا هتبقى اوحش، ما هيطلع اوحش من بيها لو هو طبعه وحش. ثانيه واحده، هي الست اختارت حد بطبيعه معينه وممكن واحده ثانيه ما تقدرش تعيش مع الطبيعه دي، هي مساله نسبيه. بس انا عايزه استاذ عبد الله يكمل فكرته. بس انا دلوقتي الفكره بتاعتي اللي هو احنا بنخلط بين الاثنين، الطبع والحياه اللي احنا عايزينها. علشان كده انا في الاول قلت اهم حاجه ان احنا يبقى في تفاهم ما بيننا. ما هو احنا ده كله احنا بندور حوالين نقطتين مهمين، ان ما فيش تفاهم ما بيننا، فانا دلوقتي بتلكك لها وهي بتتلكك لي، فاحنا انا شايف حاجه صغيره، انا شايف ان انا يعني انا بلاقي ناس في الشارع بيجي يقول لي على فكره لما دخلت مع مراتي وبدات اعمل معاها اكل في المطبخ انا حياتي اتغيرت 180 درجه. اتنين كانوا متطلقين رجعوا لبعض لما الراجل بدا يعمل زي ما انا بعمل في الفيديوهات. هي على فكره بتعمل انت في الفيديو هي توابل. ادينا بقى تبس توابل بتترش على الحياه، بتخلي الحياه حلوه، لكن المنتج هو هو. مش انا بعمل ايه، ان انا بعامل مراتي ان هي بنتي، ما بعملهاش ان هي مراتي. حلو جدا. وهي بتعاملني ان انا ابنها وهي مامتي احيانا، احسن ماما وبابا على طول. بس تقلب دراما. لا على طول والله، يعني انا حتى لما انا المدام عندي لما باجي في مشكله هي بتسمعني ان هي مامتي حتى مهما كانت كبير. طب كبيرة. حتى لو غلط، حتى لو غلط انا كنت بقول على الترابيزه عاملي صح احيانا على انه ابنك وغلط. طب اكبر غلطه انت رحت لمراتك قلت عليها وهي استوعبتك. بصي هو انا ومراتي قبل ما نتجوز احنا كنا متفاهمين مع بعض وكنا مشتركين على بعض. احنا كنا عبد الله لو سمحت اكبر غلطه رحت قلتها لمراتك وسمعتك. احنا عايزين نعرف كمامتك زي ما انت بتقول. كمامتي يعني عليك زغت ازاي؟ رايح تعترف على نفسك وطبطبت عليك وقالت لك معلش حياتنا... اصل انا لسه ما غلطتش. لا اصل انا ومراتي حياتنا تختلف في حاجه معينه ان هي متفاهمه معايا وبتسمعني لدرجه ان هي انا بحكي لها فما بستناش اغلط. يعني انا اوقات باجي احكي لها على كل حاجه. يعني هي لما تحس ان انت رايح مشوار كده ممكن يكون في زقزقه بالنسبه لها فبتقول لك لا طب خلي بالك. لا زقزقه انا بقول لها انا بقول لها النهارده انا خارج مع اصحابي مثلا. النهارده انا خارج مع اصحابي وصحابي احنا جروب ولاد وبنات. مش عين بعد الحلقه احنا ولاد وبنات. ولاد وبنات حلو. ومره قلت لها انا خارج كم مره بقى انا خارج انا وصاحبي ومعانا بنتين صحابنا.
يعني احنا اربعه لا ثانيه واحده وخارجين في ايه بقى انا فاهمك بقى على حاجه يا ريت دي حاجه انا جربتها لا دي جابت بقى معايا نتيجه دي ايمانها هتقوم دلوقتي والله العظيم جابت معايا نتيجه بجد انا كنفسي عمري ما كنت اتوقعها لا غششني بقى ايه النتيجه احنا الحياه مشكلتها عندنا ان احنا بنبقى مخبيين انا لو جيت قلت لك دلوقتي انا في حاجه في جيبي ومش هديكي منها هتفضلي طول الحلقه دماغك بتفكر ايه اللي في جيبي لكن لو جيت قلت لك انا في جيبي في 5 جنيه هيشغل بالك ان انا ايه اللي في جيبي؟ مش هيشغلك. هي لما انا جيت قلت لها ان انا بعمل 1 2 3 انا ما بقاش فارق معايا وانا عارف ان مراتي عارفه ان انا بكلم وبخرج وبعمل ما بقاش بيستهوني ده. طب بتتخانقوا على ايه؟ اقول لك على حاجه ثواني بتتخانقوا على ايه؟ وكلام بقى من واحده ست بجد معلش يعني مع احترامي لما الست بتسيب لجوزها قوي كده زياده عن اللزوم ومفيش اي مشاعر بتتغير جواها تبقى مسامحه فيه. لا مش زياده على الكلام ده لمراتك هي بتبقى عامله كنترول بتبقى عامله معايا زي إيه؟ الخيل لما بتربطيه بحبل كبير ويقعد يجري يفتكر ان هو حر بس هو في الاخر مربوط بحبل. طيب انت هربت من سؤالي برضو حر بس هي عارفه انا نقطتي فين كنترولي فين انت هربت من سؤالي وما قلتليش ايه مشكله او حاجه انت غلطت فيها قلتها لمراتك واستوعبتك زي ما انت انه قال بصراحه انه خارج ان انا كانت المشكله ان انا اقول بس ما اخبيش فانا جيت مره سافرت مع اصحابي وكنا جروب مع بعض وهي قالت لي فين انت فين قلت لها انا في الشغل وكنا مسافرين يوم وراجعين وامتى اعترفت بقى ما هي انا ما اعترفت انت هي شافت ورق الكارتة في العربيه لا انت ما قلتليش ليه عملت ايه بقى شافت ما قلتلهاش علشان انا اليوم دوت انا مش عارف كان عندي ضغوطات واصحابي كانوا جم عليا في الشغل ويلا هنروح بسرعه ونيجي وهنروح العين طب انت ما قلتلهاش تزويغه فما لحقتش ان انا اقول نعرف يا عمرو تيل اول لما شافت الورقه وقعت يعني قلت لها ايه جت قالت لي هو انت كنت مسافر قلت لها سافرت ايوه قالت لي طب سافر ليه ما قلتيش ان انت سافرت ايوه انا ممكن اشوف سواد بسبب اللقطه ديت جامد قوي مع انها حاجه ممكن تبقى هي بسيطه هي عملت ايه في اليوم ده لا زعل بقى ونكد وخناقات ومشاكل قد كده وازاي تخبي وازاي وانت تعمل وانت شايف ان كان عندها حق طبعا حقها عشان احنا متفقين من اول العلاقه مهما كانت الحاجه كبيره احنا بنقول لبعض بس يبقى ريموت كنترول في ايديكم انتوا الاثنين مش هي ما هي ده التفاهم بقى ان احنا عارفين اول واخر كل واحد فينا بالظبط وسايبين كل واحد فينا بيلعب في المنطقه بتاعته من غير ما يعمل حاجه غلط فهي واثقه فيا وعارفه ان انا دماغي فيها ايه ودوت نجح معايا ان انا وصلتني المرحلة ان انا ما بقتش بقابل حد مش عايز ما خلاص ما دام الممنوع اصل الممنوع مرغوب لو الحاجه اتحطت قدامنا انا مش هاكل منها ولا عايزها فهي وصلتني ان الحاجه بقت قدامي انا اللي مش عايزها ان احنا نبقى صحابي كلهم اللي انا كنت اعرفهم عايزه اقول لكم على حاجه كتير في ناس بيشبهوا الراجل بان هو طفل كبير فعلا عشان ذكيه بيقولوا ان هو بيبقى الطفل الكبير ده بيبقى عنده فضول فالست بيبقى عندها ساعة الخطوبة شوية غموض كده فهو عايز يفك الطلاسم والغموض ده بمجرد ما كل حاجة تكشفت قدامه بقى بعد الجواز زهتها. فقدت جزء من الشرم حضورها أو الزهوة الهالة اللي حواليها فبيبتدي مش حبه ليها يقل بس الفضول بيهدى شوية دي حاجة الحاجة التانية برضو عامل زي الأطفال في فكرة إن إيه تعالى انا عندي حاجات حلوه فهو لو عارف ان البيت فيه حاجات حلوه وان الست هتقدم له حاجات هيروح حلوه هيروح. هو هيسيب اصحابه والقهوه والدنيا والله العظيم احنا هيروح طفل متحركين لا باي احنا اطفال يلا باي احنا اطفال متحركه على الارض لو الست تفهم الراجل عباره عن ايه احنا طفل لا مش طيب. يعني هو مش طفل لا والله استاذه داليا انت قلتي لي دلوقتي اكبر مشكله ان الستات بتفتش في موبايلات الرجاله وبتلاقي حاجات مش كويسه بتبقى نصيحتك ليهم ايه للستات للرجاله للرجال حطوا باسورد للستات طبعا لا بيتعرف هو الباسورد صعبه جاي هو نايم بيبص ولا اقل مشكله الست بتعرف تحلها اقل مشكله بتعرفوا ازاي بقى هي بتعرف ازاي هم بيعرفوا يتصرفوا والله هي لو برقت له وقالت له اكتب الباسورد هيكتبه لا مش الدرجه لا والله العظيم انت عريس جديد الست لو وصلت لمرحله ان هي قلبت وشها بتلاقي رايق لا ممكن يوم واخد الموبايل ويقعد يترعش المرحله اللي جايه مرار بقى بعد كده اصل المرحله الجايه تبقى سواد لا ممكن يوم عامل حركه ثانيه في العربيه برافو عليك يا ايوه هما بقى اللي جوه ابو زراير عندها طرق ولا بتديهم حلول بتديهم افكار لا السجل المدني تعرف هو متجوز ولا لا يعني احنا الستات واصله لمرحله يا جماعه دي برضه ليها حل السجل المدني برضه عادي جدا الجواز الرسمي هيبقى في السجل المدني يعني سهل قوي الراجل يتقفش بصراحه هو فعلا زي ما انت قلت الراجل طفل بس انا مش بشوفه طفل انا بشوفه انه بسيط
شخصيه الراجل بسيطه. طب استاذه دليل عايز اسالك سهل سؤال. انك تعرف دلوقتي انت هي جات لك بالتليفون بعد ما كشفت الموضوع وجايه مصدومه. ما السؤال الاهم هو ايه اللي بيخليهم يعملوا كده اصلا؟ انها تدور وراه؟ لا، ايه اللي بيخليه اصلا يعك؟ انا بحيي حضرتك عشان ده السؤال اللي انا كنت عايز اساله لها. ايه اللي بيخليه يعك؟ بصي احنا عايزين نسال هنا وعايزين نسال الرجاله نفس السؤال. انا مش هينفع ان انا اقول لها انت السبب، انا عمري ما هعمل كده ابدا. انا اللي هعمله ان انا لازم الاول اسمعها رايها هو عمل كده ليه. انا لازم اسمعها. انا مش برايك عمل كده ليه طبعا. لازم اسمعها الاول، انت رايك عمل كده ليه؟ ممكن تقولي عشان انا بعمل كذا وكذا وكذا، وهي تقول ممكن تقول لك ممكن تقولي ايه من كتر حبها فيه. ايوه عمرها ما هتقول ان هي بتعمل، بقت مضايقاه فبقى بره. ممكن يبقى السبب من عنده، ممكن سبب من عنده، ممكن هو بيثبت لنفسه حاجات شخصيه، عنده عقد معينه، عنده ترومات معينه، عنده ان هو عايز يثبت ان انا مرغوب، عايز يثبت ان انا. طب وهي ليه ما اديتوش انطباع ان هو مرغوب فيها؟ اديته. أيوة بس هو عنده مشكله ان انا مشكله نفسيه، الستات بتحبني، انا عايز اثبت لنفسي ان انا وانا صغير كانوا بيتنمروا عليا مثلا ان انا وحش، لا انا عايز اثبت ان انا جميل ومطلوب. يعني مش دايما بتبقى هي، ساعات بيبقى عنده هو مشكله عايز يثبت لنفسه حاجه، عايز يثبت نفسه بس عنده. دي بتبقى حالات فرديه في فضاليا ومش ما نقدرش. الرجاله كاينه يا جماعه، الخاينين عندهم اسباب، الاسباب دي غالبا بتبقى 70-80% هو هي بتبقى مثلا حباه قوي ومهتمه بيه قوي وبتكويس وبتجيلي. يعني المشكله في اختيارها استاذه ريم؟ قول لنا احكمنا الموضوع ده. انا احكم ليه الراجل بيتغير حتى لو هي قايده صوابعها على 10 شمع وست لطيفه وجميله وكل حاجه؟ عشان ده الطبيعه البشريه. هو يعني هو حقيقي في البدايات الملل مثلا، تقصدي الملل؟ احنا نفسنا بنتغير. اصل انت ما تقدريش تقولي الراجل بس بيتغير او الست، هو البدايات. لا احنا ما بنتغيرش، الست ما بتشوفش غير جوزها ابدا، حبيبها. لا 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 بس لا، انت بيبقى لك اهتمامات تانية، عايزه تخرجي مع اصحابك، عايزه تخرجي في اجتماع عائلي، عايزه تروحي تقعدي في النادي، تروحي الجيم، تقعدي على كافيه تسمعي مزيكا مع نفسك، تمسكي كتاب تقريه. يعني ما بقاش هو محور الكون على فكره. يعني احنا بعد فتره البدايات جميله قوي، بس بعد فتره هو عايز المساحه بتاعته وهي عايزه المساحه بتاعتها. هي عايزه تقعد اخر النهار كده تقعد تعد شراشيب السجاده، هي مش عايزه تعمل حاجه بحياتها، تعد في كام شراشيب في السجاده بس، ولا عايزه حد يكلمها ولا على اساس ان هو قاعد شفاف جنبها. لا ما هو هتلاقيه قاعد، ما هو اللي جايب السجاده على التلفزيون هو اللي دافعها، بيتفرج على التلفزيون مع اصحابه. بس هي بعد فتره، بس هي الخوف من حاجه واحده، دي نقطه هقولها بسرعه. الخوف لما الست تبدا ما تفرقش معاها. يعني الرجاله دايما تقول لك الحمد لله ما طلبتنيش النهارده. اتفقنا مع داليا وكنا بنقول هي تنبهه ان انا متضايقه. لا هي مش موضوع مضايقه في حياتي. لا هي مش موضوع مضايقه. وطني كرامتي بتقول طيب بتقول الملل او الخيانه بتحصل لما بيفقدوا لغه الحوار. اشكرك طبعا على الطرح ده. طيب دكتور حسام، انا عايزه بقى اسالك من وجهه نظرك انت، ايه اللي بيبوظ العلاقه؟ حاجه بقى خلاص ده خط احمر، الموضوع انتهى. طيب اول نقطه بس، يعني حضرتك قلت ان سبب 70% رجاله، والله الحقيقه فعلا في ظني انا والله اعلم، لا العكس. الراجل ده تعب وتقدم ودفع شبكه ومهر وجاب شقه وشطب وعمل وسوى واتجوزها وتحمل التكليف دي وخلف منها، ده لا يمكن يكون تصرف واحد ما بيحبكيش. يعني ما بيحبش، ممكن ينشغل. وانت بتتكلم عن متزن السوي وبيحب. المتزن السوي، انما احنا بنقول ان اللي انا بشوفهم اصلا، يعني عندي اعداد أنا عارف. اللي بشوفهم هو عنده مشكله. مش شرط خالص، متفق معك. ممكن تكون هي جذبته لنفسها، ممكن من كتر ما هي عندها معتقد كل الرجاله خاينين، كل الرجاله خاينين، خلاص انا عارفه ان انا جوزي هيخوني، جذبت ده لنفسها. ممكن انا متفق معك، بس قصدي مش بقول ان دايما بقوم مغلطه. فين بقى فين الغلط بيحصل؟ عايزين كلمه اخيره. ان الراجل دايما هيبقى ماشي ورا راحته، ان لغه الحوار زي ما حضرتك قلتي دي اول نقطه. لغه الحوار دي هتروح اول لما انا ابقى بحكي لك كل حاجه عشان انا بفضفض معاك وعشان احنا اصدقاء قبل ما نبقى متجوزين وتبقي ام العيال، احنا اصدقاء. لما الاقيك ان كل حاجه بقولها لك انت بتزعقي او بتحكمي او بتسيء الظن، لكن لو انا كده انا بطل احكي لك. على فكره الكلام ده حتى في الاصدقاء، يعني لو ليا واحد صاحبي انا بحكي له كل حاجه، لما يبطل يسمعني ويبدا يحكم عليا ويعنفني انا بطل احكي له. بالظبط نفس الكلام مع ابنك. مزبوط. ابنك الصغير اللي لسه بيروح المدرسه هيبطل يحكي لك الحاجات يعني اللي بتحصل المدرسه. يعني لما ما يبقاش فيه تروح تحكي لحد تاني، ما يبقاش فيه لغه حوار، ده بينهي العلاقه بالنسبه يعني لك. اهم حاجه الحوار يكون فيها شفافيه ووضوح من ناحيتك، احتواء وتقبل وتقدير من ناحيتها. لما تعمل كنترول حتى لو الموقف ده مضايقها او الحاجه دي مضايقها، بس تعمل كنترول
وتقول بس نفسها حاجه واحده، الراجل ده طول ما هو بيحكي لي يبقى انا امينه اسراره وانا خزينه اسراره، فهيفضل يحكي لي اوجهه ابقى معاه اسمع له، لكن اول ما بحكم عليه اوتوماتيك هو حتى مش هيقول لها ولا هيبدل، خلاص هو اوتوماتيك هيتبرمج لوحده، مش هحكي لها، احنا مش اصدقاء. يشوف بقى يعني الكلام اللي جواه المحشور جواه ده هيطلع لمين، تبقى مصيبه. اتفضل دي حلقه ثانيه. انا شايف زي ما قلت لحضراتكم من الاول ان هو لازم يبقى ما بينهم التفاهم، هو التفاهم دوت هو اللي بيعالج اي مشكله، ان احنا ما نخبيش على بعض، ان احنا نتكلم مع بعض، مش هبقى مش هتبقى عيبه فيا. نصيحة للست ايه عشان ما تقفلنيش بقى منك انت، ما تخلينيش اتغير، اعملي ايه؟ ان هي تركز معايا، ان هي تبقى اهتماماتي بيها، ان هي تركز في اهتماماتي، ان هي تبقى محافظه عليا وانا حافظ عليها. انا بعتبرها ان هما الورده والميه، هي تسقي الميه وانا اسقي الميه وهي الورده بتطلع. بيحب الكوره تتفرج معاك، السؤال بيحب الشطرنج وتسمعني، هي تهتم بنفس الاهتمامات، اهتمامات. طيب لو هي بتحبني هفضل مركز معاها. تمام. طيب دكتوره داليا، انا شايفه ان الصداقه لو جوه العلاقه اكيد بتخليها الطف بكتير. عشان نسهل على الستات نقول لها بصي بتعاملي صاحبتك ازاي لما تيجي تحكي لك مثلا مشكله، بصي انت بتسمحي لها ان يبقى عندها صحاب تانيين، بصي كل الحاجات اللطيفه اللي ما بين الصحاب لو ما بين الاثنين متجوزين المده حطوله ويعني هتستمر. استاذه ريم، رغبه متبادله بينهم هما الاثنين اللي العلاقه تنجح. لو الاثنين عايزين العلاقه تنجح هيتشعبطوا ويتشقلبوا وينجحوها، بس لو حد فيهم فقد الشغف او فقد الرغبه اللي انا عايز علاقتي تنجح خلصت خلاص. منين يجي الشغف؟ الشغف دايما موجود، والحب يحافظوا على الحب بينكم. هو زي ما عبد الله قال، هو الحب زهره جميله جدا بنرويها ونكبرها فتكبر، والحقيقه بس يعني ما تدلدقيش قوي انت. يعني عشان الجروب ما تعرفوش والله واحده ولا حاجه، هو كنترول فعلا. بقول لكم ايه، حبوا بعض بقى، يلا فاصل بعد الفاصل نكمل فقراتنا في ستات ما يعرفوش يكذبوا.